بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هناخد النهاردة مع بعض درس المفعول به. الحصة السابقة خدنا مع بعض أول نص اللي هو طريق السلام. النهاردة تاني حصة معانا على الأونلاين، هناخد درس إعراب المفعول به. طبعا زي ما احنا عارفين إن الجملة الفعلية بتتكون من فعل بعدين فاعل بعدين مفعول به، وعرفنا ان الفاعل دائما مرفوع وعلامات رفعه هي الضمة والواو والألف. طبعا عارفين ان الفاعل بيرفع بالضمة لو كان مفرد او جمع تكسير، وبيرفع بالألف لو كان مثنى، وبيرفع بالواو لو كان جمع مذكر سالم. طيب النهاردة بقى هندخل على الجزء الثالث من الجملة الفعلية اللي هو المفعول به عشان نعرف علامات إعرابه. طيب عندي المفعول به دائما منصوب، المفعول به دائما منصوب، والمفعول به هو اللي بيوضح ما وقع على الفعل. عندي فعل وفاعل، وبيجي المفعول به عشان يوضح إيه اللي حصل للفاعل بعد ما وقع عليه الفعل. يعني مثلا لو شفت الجملة الأولى اللي عندي، نظمت المدرسة ندوة ثقافية، الأديب نصائح مفيدة، قدم الأديب نصائح مفيدة. طيب قدم أداء الفعل، والأديب هو الفاعل، وزي ما قلنا المفعول به بسأل عنه بماذا، فهقول ماذا قدم الأديب، قدم الأديب نصائح، يبقى كلمة نصائح هي المفعول به. المثال اللي بعده بيقول لي كافأت المدرسة تلميذين، كافأت الفعل، من الذي كافأ المدرسة؟ ماذا كافأت المدرسة تلميذي؟ يبقى المفعول به هو دايما بيكون اللي بيوضح ايه اللي حصل للفاعل بعد ما وقع عليه الفعل. كافأت المدرسة تلميذي، تقدر مصر المخلصين، تقدر الفعل ومصر الفاعل والمخلصين هي المفعول به. آخر مثال عندي، يمارس التلاميذ الرياضات، يمارس الفعل، من الذي يمارس؟ التلاميذ. ماذا يمارس التلاميذ؟ يمارس التلاميذ الرياضات، إذن الرياضات هي المفعول به. طيب زي ما قلنا المفعول به دائما منصوب، وعندي المفعول به ندوة نصائح تلميذين مخلصين رياضات. المفعول به دائما منصوب، ومنصوب على حسب نوع الكلمة، زي ما عملنا مع الفاعل وقسمنا الكلمات لمفرد ومثنى وجمع مذكر جمع مؤنث جمع تكسير، هنعمل مع المفعول به. ولكن بدل ما كان الفاعل دائما مرفوع، هناخد ان المفعول به دائما منصوب. فهنقول ان المفعول به يكون منصوب بالفتحة اذا كانت الكلمة مفرد او جمع تكسير، وهيكون منصوب بالياء لو كانت الكلمة مثنى او جمع مذكر سالم، وهيكون منصوب بالكسرة لو كانت الكلمة جمع مؤنث سالم. فلو جيت بصيت عندي الأول كلمة اللي هي ندوة، ندوة هي كلمة مفرد، فهنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ونصائح هي جمع تكسير، هنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تلميذين مثنى، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والمخلصين جمع مذكر سالم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. الرياضات
جمع مؤنث سالم يبقى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. هو ده درسنا باختصار. القاعدة بتاعتنا النهاردة بتقول إن جمع إن المفعول به دائما منصوب ينصب بالفتحة في حالة الكلمة إذا كانت مفرد أو جمع تكسير، وينصب ينصب بالياء في حال الكلمة كانت مثنى أو جمع مذكر سالم، وينصب بالكسرة في حال الكلمة كانت جمع مؤنث سالم. ده كان درسنا النهاردة باختصار، درس بعنوان علامات أعراب المفعول به. عرفنا إيه هو المفعول به، قلنا بيكون هو اللي بيوضح ماذا حدث للفعل. نظمت المدرسة، ماذا نظمت ندوة كافأت المدرسة، ماذا كافأت تلميذين يمارس التلاميذ الرياضات، ماذا يمارس الرياضات. يبقى المفعول به هو اللي بيوضح لي باقي الجملة الفعلية أو بيكمل لي الجملة الفعلية بعد الفعل والفاعل. وعرفنا علامات إعرابه زي ما قلنا الفتحة والياء والكسرة، عرفنا الفتحة إمتى وعرفنا الكسرة إمتى وعرفنا الياء إمتى. وإلى اللقاء إن شاء الله في دروس قادمة.